يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل جماهير النادي الاهلي. حلقه جديده والسادسه 72 ساعه فاصله. الاهلي امام مواجهه هي الاهم على مدار الموسم، خمس عصافير بحجر واحد، ده يمكن يكون العنوان الاهم في المواجهه. العصفور الاول هو بالتاكيد طبعا انك تحقق اللقب الاهم على مستوى قاره افريقيا، اهم بطوله، اكبر بطوله، بطوله دوري الابطال. الثاني انك انت تكسر الرقم القياسي المسجل بالفعل باسم نادي الاهلي من 9 بطولات دوري ابطال، يوصلوا باذن الله يبقوا 10 وتبعد عن اقرب المنافسين بينك وبينهم، هيبقى مشوار طويل الحقيقه. تكلم على 5 بطولات دوري ابطال فرق بينك وبين نادي الزمالك المصري طبعا صاحب المركز الثاني، ومازيمبي كمان بيحتل المركز الثاني برصيد 5 بطولات. المكسب الثالث وهو انك انت تلعب في كاس عالم للانديه، وده بقى شيء بالنسبه للاهلاويه حاجه كده اتعودنا عليها ومش عايزين ننساها ومش عايزين نبعد عنها، بنبقى في منتهى السعاده والاهلي بيلعب مع كبار انديه العالم، وخصوصا بتزيد سعادتنا لما بنقدر نحقق مركز. ونتمنى ان شاء الله باذن الله بعد ما ربنا يكتب لنا حسم البطوله دي ان احنا ان شاء الله نحقق مركز افضل من المركزين اللي حققناهم قبل كده، المركز الثالث طبعا مع جيل عظيم جدا، جيل مانويل جوزيه، وايضا الجيل ده الحقيقه لا يقل عظمه ولا بريق، وان شاء الله قادر يحقق نفس الانجاز. واهم حاجه كمان المكسب الرابع الحقيقه انك انت تحقق بطوله من مباراه واحده، وليه لا، عملتها مع نهضه بركان بطل الكونفدراليه وخدت سوبر افريقيا، ما فيش مانع كمان تعمل النسخه اللي جايه باذن الله وتقدر تحقق كاس سوبر افريقيا. والمكسب الخامس الحقيقه وده في منتهى الاهميه، حجم الثقه. حضراتكم مش واخدين بالكم قد ايه فرق مع الجيل ده من اللعيبه تحقيقهم لبطولة دوري الأبطال في النسخة اللي فاتت ومشاركتهم في كأس العالم للأندية، وأعتقد إنه ده ظهر بشكل واضح جدا في طريقة أدائهم وفي مستوياتهم على مدار الموسم ده، وكمان هتكون بمثابة رسالة رعب وأنت بتشارك إن شاء الله في النسخة اللي جاية من دوري الأبطال وأنت حامل اللقب لآخر نسختين. كل دي مكاسب الحقيقة، لكن يبقى الأهم، يبقى الأهم 90 دقيقة لكل التركيز الحقيقة منصب عليهم. والنهارده هنحاول في السادسة نتكلم مع حضراتكم شوية في الجزئية الخاصة بكايزر تشيفز. كايزر تشيفز اللي ما قابلناهوش يمكن غير مرة واحدة في نهائي أفريقي، كان نهائي سوبر 2002. طبعا الفرقة اللي بلعبها النهاردة مختلفة وغير، لكن هنحاول نقربكم منها أكتر. خدوا بال حضراتكم، عايز أقول لكم على نقطة في منتهى الأهمية، كايزر تشيفز مش الفريق المخيف، مش الفريق المرعب، مش الفريق اللي تحس انه يعني عنده القدره انه يحط راسه براسك في كتير من المناسبات، لكن الفريق بيتمتع بميزه ومن خلال ارقام، وانا مش بتكلم على رايي ولا وجهه نظر، انا بتكلم على حقائق وارقام. فريق كايزر تشيفز بيتمتع بميزه في منتهى الخطوره. فريق ما عندوش قدره على استحواذ، ارقامه في الاستحواذ والتمريرات ودقه التمريرات الى حد كبير جدا ضعيفه. ما عندوش قدرة على صناعة عدد كبير جدا من الفرص، يعني في كل مباراة معدل الفرص بتاعته فرصة أو فرصتين بالكتير جدا، القدرة على صناعة الفرص. ما عندوش كرات عرضية كتير، يعني ما بيعتمدش بشكل كبير جدا على فكرة العرضيات أو الاختراق من العمق، أغلب ماتشاته اعتمد فيها على هجمات مرتدة، حتى المباريات الكبيرة اللي فاز فيها بسكور كبير، على سبيل المثال مثلا سيمبا التنزاني. سيمبا التنزاني مباراة فاز فيها بأربع أهداف كان عنده القدرة على صناعة 5 فرص بس، سجل منهم 4. ومن هنا يجي أهمية النقطة اللي بكلم حضراتكم عليها، الفعالية الهجومية. هذا الفريق فعال جدا 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 في استغلال الفرص بتاعته، حتى أرقامه في الدوري، يعني هو يمكن مشواره في الدوري أو نسخة الدوري في جنوب أفريقيا مش في أحسن أوضاعه، وأعتقد بيحتل المركز الثامن، تعرض ل خسارة 10 ماتشات، كسب 8 ماتشات وتعادل 12 مرة، بيحتل المركز الثامن في جدول ترتيب أندية دوري جنوب أفريقيا. لكن في النهاية خليني أقول لحضراتكم، وده اللي هنستعرضه مع حضراتكم بالتفصيل من خلال رصد الأهم وأبرز ملامح الفريق، هنتكلم على نقاط القوة، هنتكلم على نقاط الضعف، هنتكلم على أبرز اللاعبين، وبالمناسبة هم مش كتير لكن في منتهى الخطورة. إذا أحكم النادي الأهلي السيطرة عليهم قدر يعني ينهي أو يقفل مواطن الخطورة في فريق كايزر تشيفز. على كل أحوال حلقة النهاردة مخصصينها، هنتابع طبعا وصول فرقتنا، فرقة النهاردة هتبتدي يمكن تمرين بعد ساعة أو ساعة ونص من دلوقتي، التمرين محدد ليه الساعة 8، أول تمرين لينا النهاردة في المغرب إن شاء الله، وصولا بقى لميعاد المباراة اللي هتقام يوم السبت على مركب محمد الخامس.